فعلى المسلم أن يعظم شأن حرمات حقوق العباد، يحذر من التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا. وأشد من أشد الناس حسرات يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة من صلوات وصيام وزكوات وصدقات، ثم تذهب هذه الحسنات لموازين غيره، يأخذ هذا من حسناته لأنه شتمه، ويأخذ ذاك من حسناته لأنه قذفه، ويأخذ هذا من حسناته لأنه أخذ من ماله بغير حق، ويأخذ هذا من حسناته لأنه فعل كذا وكذا، فيرى أن حسناته تذهب للآخرين وهو ينظر فيتحسر حسرة عظيمة. وإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية.